السيطرة اليهودية من جديد؟ هذا مرتبط طبعا اليهود اللي يعني ابتعدوا من مراكز السلطة. هم أيضا بقوا كثير من مراكز السلطة، ولكن هم أيضا استفادوا من هذا الدرس. بعد اليهودي كلهم ما كانوا يقبلون، هم أنفسهم ما يقبلون، هو سادس الجسم أن يكون هو في الرئاسة. ظلوا يحبذون الشخص الثاني. يعني السكرتير خلف الكواليس. بالضبط. هو صار السكرتير، وهو أي شيء يصير إذا هو الأمور ناجحة فهو مستفاد من أداء، وإذا الأمور سيئة وين يكبسون؟ من يكبسون؟ السكرتير الأول وليس الثاني. نعم. فهم بقوا في هذه المؤسسات بهذه الطريقة. طبعا لا يعني أنه اليهود كلهم كانوا سيئين وتافهين ولا خير، لا أكيد ليس بهذا الشكل يعني، بس النسبة الأكبر هم كانوا بهذا الشكل. فلما صارت هذه التحولات، هي تحولات هم أيضا لعبوا دور فيها كبير، لأنه أرادوا يستفادون أيضا من عندها. فتوفرت لهم إمكانية للاستحواذ على كثير من موارد الدولة في مجال الطاقة والبنوك وإلى آخره، لأن هم أساسا الروسي عموما خصوصا في المرحلة السوفيتية ما عنده هموم واهتمامات هذه اقتصادية. هو الروسي بطبيعته مو رئيس مالي. يعني هو روسي حتى لما يصير راس مالي بعد فتره يرجع يصير عامل، يظل ياكل ويشرب ولا غيره وخلاص ينسى شو اسمه، تفكيره يعني بالعيش اليومي. اي هم يعني هم ذهنيتهم ونفسيتهم الروس ما عندهم هذا الجشع ولا يعني هذا الافراط في هذه الامور، يعني تماما هم شخصيه اخرى تماما. على عكس اليهود، اليهود هم متربي بحب المال والربا والاخلاقات والتقاليد عريقه موجوده. فحال ما صارت التحولات يعني كان طرحت غير مهمة تخصص ما هو موجود، فتحتاج الآن تشريها أنت. هم طبعا موجودين في مؤسسات الدولة، وفي نفس الوقت لازم هذا اسمه من أجل يحصل عليه لازم يشريها. فاشتغلت هنا شنو البنوك اليهودية الخارجية، فمدوهم بالفلوس، فبدأوا يشترون الكثير من المعامل والمصانع وهذه كلها بأسعار زهيدة. يعني مثل معمل يعرضوه على زي مثال 5 مليون دولار، ويبيع بعشرين مليون، يبيع نصفه نفس مو ذاكر انت بالكتاب. اي هو سعر اللي اسمه المعمل 5 مليون. وانما يجوز 5 مليار. والله كيف هو يشري ب5 مليون ويبيع من عنده 5%، يصير يجيب 20 مليون، يغطي التكاليف مال شو اسمه ويبقى عنده 95% كلها كروش ببلاش. يعني مو هو بروفيسور، السؤال هل الشعب الروسي ابله احمق إنه يجعل مجموعة، يعني في مثقفين، في شخصيات كبرى، الشعب كيف يجعل مجموعة بسيطة كهذه تسيطر على الدولة بغض النظر أنهم مسيطرين على الصحافة، أنهم يتهمون الشخصيات الشريفة، أنهم يقومون بالاغتيال، أنهم كل هذه المبررات ليست كافية لمجموعة كهذه أن تسيطر على الدولة بشكل كلي. صحيح الروس أيضا الروس هم يتحملون المسؤولية رقم واحد، هذا ما في خلاف حول المسألة. بس هي صارت ظروف بهذا الشكل، مثل ما ساعدنا احنا في العراق، يعني رغم التضحيات الهائلة والإمكانيات الكثيرة عند الناس والفطاحة الموجودة، مع ذلك جت إلى السلطة بقدرة قادر كما قال بظل احتلال. فالشخصيات كافية جدا، غير كفوة، غير محترفة، أيضا سيطرت وشكلت هاي تشكيلاتها والسرقة والآخر عنكبوت، يعني شبكة عنكبوتية. ففي روسيا طبعا نفس الشيء، وهم أيضا متمرسين في هذا المجال وعندهم امتدادات خارجية كبيرة. بس قلت مع ذلك الإشكالات الدولة يعني واسعة وعريضة ومعقدة، وتحتاج إلى نفس طويل ورؤية استراتيجية. ما بينهم كان دوما تنهب والنتيجة كيف يعني. فهم طبعا هو شرك، هم كان سياسة مبنية على النهب، فنهبوا وكل واحد ينهب يسرق يعني يهرب. فبعدين ايضا وقت توقفت حد انت يعني ذولا كلهم اللي نهبوا كلهم يعني هربوا. فالمجتمع وقف امام اشكاليات كبيره، يعني الروس تعرض الى افلاس سنه 2000 حوالي. افلاس يعني دوله نفسها مفلسه، يعني شو دوله عظيمه تصير مفلسه؟ لما تصير مفلسه معناها شنو؟ يعني اي خطر راح يصير خطر رد الفعل الاجتماعي، يعني صير ثورة من جديد. فإذا صار ثورة من جديد، ذاك الوقت هم الروس أيضا خشنين في هاي الأمور. الروسي معروف عنه يعني يقول لك هو يعني
يتحمل الدوس ببطن، الدوس ببطن غير ما يتحملها، بس اذا قام يظل يكسر كل شيء مثل الدب. هم يقولوا مثل الروسي مثل الدب، يعني الدب هو ايضا يعني يعيش بالمغاره، يعني اسمه يعني عند هذا السبات فتره طويله وعند القضب ينفجر. اي فانت اذا يعني اذا هيشته بعد ذاك الوقت ما ادري يعني ما يقدر خلاص يصير لا عقلاني، وهذه معروف عن شخصية الروسية بهذا الشكل. ممتاز. أنا أرى شبه بروفيسور نوعا ما بالشخصية الروسية مع الشخصية العراقية، من ناحية أن بإمكان مجموعات ضئيلة أنها تستقل ويبقى العراق، حتى من ناحية السبات، العراق يوجد فيه السبات العميق ومن ثم اللي هو الثورة العارمة والفوضى بنفس المجال. في خواص مشتركه اكيد. هم عموما الروس يعني يعني شويه يعني شعب خاص، لا هو غربي تماما ولا هو شرقي، بس هم عندهم كثير من الصفات يعني يشبهونه فيما يتعلق يعني بها يسميها انت يعني شخصيه النفسيه والاجتماعيه. فهم يعني عندهم هذا، يعني تعرف هم كل تاريخهم تراكم اساسا بالارتباط مع العالم الشرقي وليس الاوروبي. عفوا دكتور، بهذه النقطه قبل لا انسى، باللقاء بنهاية اللقاء تذكر أن كان في جانب سلبي جدا أيام بطرس الأول، ألا وهو أن يريد أن يجعل من روسيا دولة متأثرة أو كابي من أوروبا، وأن هذا إلى الآن تأثيره موجود. شنو السبب أن الروس، مع أن في شخصيات حتى كتابك اللي هو روسيا وأوروبا، أن في شخصيات كبيرة من الروس كانت تنظر حق الشخص، حق المجتمع السلافي وحق الحضارة السلافية وهم احتكاكهم في الشرق الأوسط، لماذا لم يتخطوا هذا الحاجز اللي هو عقدة أوروبا؟ هذه مشكلة. يعني الإجابة عليها يعني يحتاج وقت طويل. يعني أنا عندي هذا الكتاب حول يعني روسيا وأوروبا، المقدمة اللي كتبتها كبيرة. يعني حاول يعني أشرح يعني هذه القضية، وبنفس الوقت أيضا عندي كتاب يعني ما أعرف أنت قرأته أو شفته، وصل عندك روسيا نهاية الثورة. ما أعتقد. هو الكتاب هنا كان يشرح في هذه الظاهرة. انت شوف عد هاشم احتمال يكون موجود. انا اخذ كل الكتب من ابو محمد ابو هشمه، على انا اقول له. سامح لي اذا ما موجود ذاك الوقت انا ارسل لي اياه. حتى كنت بسال ابو هشمه باعتبار ان هاشم علاقته مميزه معك، وخاصه قلت له كنت بقول له ان الدكتور عنده كتاب خاص اللي ذكرته في اللقاء السابق اللي هو على النسوة وكذا نعم. فأبو محمد هاشم من النوع اللي هو ما حياته ما كان عنده أي تواصل وتطلع إلى النساء، يعني شخص عفيف من هذا الجانب، شخصيته مختلفة تماما من الجانب النسوي وحيوي، يعني من النوع اللي يستحي بشكل كبير. لا هو طبعا هو يعني هاشم شخصية شو اسمي يعني يعني رأسا حسيت عنده نوع من النقاء الداخلي كثير كبير، شخص يؤتمن فيه تماما وعنده إرادة ووعي، وهو بالعقل بالمناسبة عقله وقال تماما يعني جدا ذكي. صحيح ولوز يعني أقول له توفرت فرصة مثل يكمل دراسة جامعة أو دكتوراه إلى آخره، شخصية يعني متمكن جدا، يعني هو رؤيته كثير نقدية واسعة، قراء أيضا كثير هو يعني ماكو في ال إيه. فهذا الكتاب اللي يعني ما أعطي لأي شخص. الآن طبعا كل كتبي حتى الغير مطبوعة أعطيها إلى هاشم، يعني هو الوحيد اللي عنده كل كتبي تقريبا، مو كلها يعني الأغلبية المطلقة. قسم ما مطبوعه بشكل كامل فما ارسلت لي. وانا حتى ارسلت له ايضا حوالي 20 كتاب، قلت له يعني يبقى